السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. معكم نير القريشي، طبعا حاليا أنا في دولة الفلبين، تمشية واستكشاف وتمشي فيها ونشوف. طبعا اليوم أبطلع بعد شوية من سوق اسمه الجرين هيلز. طبعا الجرين هيلز هذا يمتاز بالبضائع الرخيصة مثل الملابس، جوالات، اكسسوارات، أي شيء تبيه. انت بس تدخل هناك وتطب وتخير. قوم معنا وشوفوا اللقطات الجميله اللي بصورها بعد شوي لكم. هيا بينا. طبعا حجزنا عن طريق تطبيق الجراب ونبي نشوف ايش يصير الحين. السعر الاسعار عندهم حلوه وجميله، و الاجواء اليوم في الفلبين حلوه، ما هي بذيك الحر ولا هي بذيك البرد، يعني معتدل، وفيها اليوم سحاب ومطار، ونشوف ان شاء الله. طبعا اخذت جراب تاكسي ورايحين ذحين الجرين هيلز. طبعا السعر طالع علينا تقريبا 425 بيسوس، الظاهر بما يعادل 35 ريال تقريبا يعني. فنشوف، يعني الاسعار عندهم جميله. طبعا بعيد جدا من هنا، تقريبا 13 كيلو 30 ريال حلوه. سوق حقنا، فانتظرونا ان شاء الله. طبعا توصلنا الحين الى سوق الجرين هيلز، نتمشى فيه ونشوف. وزي ما تشوفون السوق قدامنا، بس اول ما توصل الجرين هيلز لازم تمر على الحبيب ستاربكس. فناخذ لنا قهوه ونرجع لكم بعدين ان شاء الله. طبعا اول ما تجي في الجرين هيلز، السوق كبير مره، السوق كبير مره، فناخذ اول شيء استراحه، نمر على ستاربكس وناخذ من عندهم بعد دارك شوكليت عشان نتنشط ونتجدد. طبعا لا تنتبهون لاصوات اللي برا، هي لا تستغربون، في الفلبين هي ازعاج واصوات وبواري ودنيا، بيجونكم ناس يطلبون منكم تشترون منهم اغراض وزي كذا. يعني إذا تقدر تشتري الأغراض منها اشتر، أو تدفع له بدون شيء تقريبا يعني 7 ريال. يعني مثلا يبيع لك قلم 3 أقلام بما يعادل 7 ريال، إذا بغى تشتريها تشتريها، وإذا ما بغى تشتريها تعطيها صدقة. فالحين ناخذنا دارك شوكليت وإسبريسو مشروبي المفضل، والعصير بعد أيضا المفضل هذا، ما ادري ايش يسمون هذا، وش ذا؟ دقيقة شوي، هذا بيتش و والله ما ادري، بس انها عصير جميل ولذيذ زي ما تشوفون. فان شاء الله عاد نوافيكم بالجديد، ناخذ طاقة وننطلق للسوق.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً اليوم بما أنه أول فلوق الجو رطوبة وحر، بما أنه اليوم أول فلوق لي وكنت متحمس أني أصور جرين هيلز في الفلبين، التلال الخضراء، أسواق التلال الخضراء في الفلبين، قاعد أصور من عند ستاربكس وتمشى وأصور المحلات من برا. يوم جيت دخلت مع المدخل فيه سكيورتي، فقال السكيورتي ممنوع التصوير داخل. قلت ليش؟ قال ممنوع، الكاميرا الكبيرة ممنوع. حاولت اني ادور لي طريق اني مثلا تكفى اسمح لي خلني اصور، ورفض مرة، قال ممنوع منع تام. فتحملوني يا جماعة الخير على التصوير، المونتاج اللي بنزله بعد شوي ان شاء الله انه ينال استحسانكم واعجابكم، وانتظرونا في الفلوقات الجاية قريب اللي راح نصورها بعد كم يوم، الفلوق الثاني والثالث والرابع. دام اني ما زلت في الفلبين، اي مكان يمديني اصور فيه بصور وانزل لكم فلوق فيه، فانتظروني. واشكركم على متابعتكم لي، وفي امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.